ده مجهود كبير تم في بحيره المنزله وفي غيرها من البحيرات، لكن كمان في فتره وانا هسال هنا حضرتك، كنا بنتحدث انه مصر بعد النتائج الجيده اللي حققتها سواء في مشروعات الاستزراع السمكي من غاليون بقى وفي المنزله وفي البحيرات الاخرى، استطعنا ان احنا نكون المركز الاول افريقيا في الثروه السمكيه خاصه البلطي، والسادس عالميا بالنسبه للمستزرعات السمكيه. دي احنا لسه عند هذا التصنيف، وده معناه ايه وايه انعكاسه على السوق المحليه كمان بتاعتنا، ولا ده كله للتصدير ولا عشان ده تبقى فاهمه؟ لا هو زي ما حضرتك ذكرت فعلا احنا يعني دوله متميزه جدا في عمليات الاستزراع السمكي. احنا عندنا الثروه السمكيه في مصر نوعين، نوع اللي هو الاستزراع السمكي ونوع المصايد الطبيعيه. التقرير كله كان بيتكلم على المصايد الطبيعيه وتطوير البحيرات، وده يعني ممكن نتكلم فيه، لكن بحيره اتطورت زي ايه؟ منزله مثلا؟ كل التقرير اتكلم عن بحيره المنزله، لكن بحيره المنزله دي نموذج واحده من ضمن حاجات تانية كتير لما ستكون عليه كل بحيرات فيوم برضو شغالين فيها. كل البحيرات تقريبا فيها شغل. بحيره المنزله هي اخذت اهتمام كبير جدا نتيجه التوجيهات الرئاسيه، لكن التوجيهات الرئاسيه تطوير كافة البحيرات المصرية، وهقول لحضراتكم التطوير حتى بيتم ازاي والمراحل. لكن احنا شغالين في المنزلة، شغالين في البرولوت، شغالين في ايدكو، شغالين في مريوت، في اهتمام كبير جدا ببحيرة البردويل، بحيرة حتى ناصر تقريبا طبعا، بحيرة ناصر دي واخدة يعني اهتمام كبير جدا حاليا. فالعمل في البحيرات المصرية بيتم على التوازي مش على التوالي. طب احنا عايزين نوضح كمان قبل الخطوات والاجراءات، هو تطوير البحيرات اصلا بيفرق ازاي في الثروه السمكيه؟ لان في ناس مش فاهمه فكره نطور البحيره دي حاجه شكليه. احنا زي ما حضرتك ذكرت في البدايه كده ما كانش فيه اهتمام كبير بالصيادين وكيفيه عملهم يعني او اسلوب عملهم. الاهتمام كله كان بينصب على فئات اخرى، لكن الحقيقه لو احنا عايزين نأرخ للمساله فبدايه من 2014 وبتوجيهات الرئاسيه بدأ الدوله كلها تنظر نظره مختلفه للصياد المصري. الاستزراع بيصير بخطوات منتظمة وكويسة جدا، وزي ما أستاذ حسام ذكر احنا فعلا الأول على أفريقيا والثالث عالميا، وإنتاجنا من الاستزراع بيمثل نسبة كبيرة جدا، لكن الصيادين والبحيرات والمياه الطبيعية كانت الحقيقة بتعاني مشكلات كبيرة جدا. زي ما التقرير ذكر مثلا بحيرة زي بحيرة المنزلة كان منتشر فيها كميات كبيرة جدا من الهيش ومن البوص، فكان ده بيعوق عملية الصيد المصري. زي ما أستاذ جائر كمان وأوكار مخدرات أحيانا المنزلة كانت يعني المنزلة والبرولوس الاثنين كانوا بيواجهوا حالة خاصة. بالظبط كان في مشاكل كتير جدا. يعني خلينا نتكلم على الصيد تحديدا، كان في زي ما حضرتك قلت كده أوكار والكلام ده، لكن احنا بنتكلم بقى على الصياد ومدى تأثره. ما كانش بيعرف يشتغل لان كان في ورد النيل وكان في هيش وكان في بوص، بعضهم قال امراض كانت بتيجي بقى نتيجه الصرف. هقول لحضرتك بقى المرحله الثانيه من التطوير كانت ازاي. فكان ده بيقلص اصلا المساحه الخاصه بالبحيره، كان بيعوق الصيادين عن ممارسه عملهم، كان بيخلوهم يمارسوا زي ما حضرتك قلت كده نوع من انواع الصيد الجائر لانه مضطر لده. اي حاجه بقى تطلع له انتاج. بالظبط كده، هو بيحاول الاسماك بحجم صغير جدا حتى لو هيديها علف للمزارع، لان هو مش قادر ان هو يكفي نفسه او اسرته نتيجه المشاكل الكبيره اللي حصلت في بحيره في البحيره. فبدا التطوير على مراحل، بدانا فعلا في ان احنا نزيل كل هذه المعوقات، بدانا ان احنا نشق قنوات شعاعيه عشان نعمل تغيير في المياه ويبقى فيه مياه بحريه واصناف مختلفه. عملنا اجراءات كتير جدا في بحيره المنزله كنموذج، لكن شغالين في بحيره البرولوس، شغالين في بحيره البردويل بدانا فيها تطوير دلوقتي، عملنا شغل كتير جدا في بحيره مريوط وفي بحيره تكلفت قد ايه المنزله تحديدا؟ على بحيره المنزله فاحنا بنتكلم على تقريبا مليارات يعني. الهيئه الهندسيه الحقيقه يعني وعايزين نوجه لهم برضو التحيه، بذلوا مجهود كبير جدا، لان زي ما قلت لحضرتك عندما يكون هناك توجيها رئاسيا بتلاقي كل المنظومه بتشتغل على اكمل وجه.